احنا في منطقه النوفليين اليوم باهي الضي هارب. طبعا ما نحكي لكم مش الضي ممكن انه يهرب الصبح من الساعه 9 جي الساعه 9 في الليل 12 ساعه ممكن يسكر فيها الضي. من غير طبعا نسكن في الدهماني الجرجي حتى هو كذلك انقطاع كبير الكهرباء طرق دي ممكن من غير ضي. هذا اللي صاير فالحق وتمر احنا في كوشه مرات ينقطع بينهم نقعد نخدمه بالمولد بس ما نخدموش بالكهرباء مولد بس مولد نتاع الكوشه اللي نخدمه اغلبيته الوقت الوقت الحالي نخدمه مولد الكوشه اغلبيه الضي هرب وكان طبعا جه يمشي ويجي في المنطقه هي النوفليين يمشي ويجي ممكن الفتره اللي فاتت قاعد يهرب 5 مرات في اليوم يمشي ويفصل يمشي ويفصل. احنا من سكان منطقه تعرادة سوق الجمعه لا ينقطع لنا التيار الكهربائي لمده 10 ساعات والله 10 ساعات حتى الفرزان يعني التلج بتاعهم يعني داب واحنا طبعا يعني الواحد عيد وواحد يعني ما يجيش هكي شويه ويجي والكهرباء ويقطع ثاني لمده 10 ساعات كذلك والله ليله كامله احنا في الظلام مع الحراره ومع الواحد ما تجيش والله بكل. انا من سكان منطقه حي دمشق والشغل متاعي بن عاشور فتتراوح يعني ساعات انقطاع التيار الكهربائي ما بين المنطقه هذه والمنطقه هذيك حوالي 8 ساعات الى 12 ساعه فهذه الساعات طويله يعني تاثر عليه معظم المجالات التجاريه او الاماكن السكنيه او غيرها يعني بالنسبه لمجالنا احنا كصيادله تتاثر على الادويه وخاصه في استعمال المولدات والمولدات اللي مش متهيئه لاستعمال ساعات طويله فلذلك نرجو ان الدولة تدير حلول يعني بشكل سريع. نحن من سكان منطقة زويد الدهماني بخصوص انقطاع التيار الكهربائي ينقطع لمدة ساعات طويلة تصل حتى 12 ساعة. والاستفسار الوحيد اللي بنقوله بالنسبة أول يوم العيد علاش أن الكهرباء تنقطع والاستهلاك الكهرباء يقل أول يوم العيد ما قيمته 60%. الشركات مسكرة، الدوائر الحكومية مسكرة، المحلات مقفولة والاستهلاك قاعدين يقل ب 60%. هذه عملية مقصودة علاش؟ بدال المواطن والله شن الهدف منها؟ سكان منطقة فشلوم طبعا الضي ديما 12 ساعة 13 ساعة قصدي أزمة هيك ولا مقبولة للدرجة هذه